الرئيس عبد الفتاح السيسي من اول لحظه نزل فينا الحكم بتاع بلدنا وهو عايز يعمل مشروع في دماغه او مبادره. ايه المبادره دي؟ مبادره اسمها مبادره بدايه الجديده، بدايه جديده، بدايه جديده. عايز يعمل فيها ايه؟ عايز يعمل فيها تنميه للمواطن المصري. انه امانه وتقدم ورقي وازدهار، وفي ظل المبادره الرئاسيه يعني بدايه جديده. الحمد لله النهارده انطلقت العمليه التعليميه في ظل توجيهات السيد وزير التربيه والتعليم والسيد الحسن سعيد محافظ الاسكندريه. الحمد لله محافظه الاسكندريه استعدت استعداد كامل للعام الدراسي الجديد اللي في شكله الجديد في ادائه الجديد. الحمد لله عندنا 2901 مدرسه النهارده انطلق فيهم العمل واستقبال ابنائنا يعني بطرق مختلفه. النهارده كرنفال من الفرحه ومن البهجه في داخل مدارسنا كلها. كل فريق العمل وغرف العمليات وزمايلنا القيادات متوزعين على كل مدارسنا على مستوى المحافظه. زي يمكن ما شاهدتوا النهارده طابور الصباح ده نموذج من 2901 نموذج على مستوى المحافظه. النهارده استقبال اولادنا سواء بالورود او بالعرايس المتحركه او كمان يعني تقديم البسكوت وكل الهدايا لابنائنا لاستقبالهم النهارده. الحمد لله العام الدراسي بدا انطلق امبارح ب 222 مدرسه اللي هم نظام الفترتين. النهارده كل مدارسنا على مستوى المحافظه انطلق فيها العمل.